عندما تحدق الأخطار بالوطن لابد من إرادة صلبة وعمل من أجل التغيير للتخلص من الاستبداد. أخطار وحدت المعارضة البحرينية بكل أطيافها في مؤتمر سياسي هو الأول من نوعه. فأنا أعتقد مهم مثل هذه المؤتمرات أن تخلق رؤية وبرنامج جديد يواجه مثل هذه المخططات الخطيرة على أبناء شعب البحرين. أهميته أنه يبعث رسائل إلى النظام بأن المعارضين لن يتخلوا عن القضية وأنهم سيوحدون صفوفهم من أجل تقوية الصف المعارض ومن أجل تحقيق النصر على هذا النظام. على مدى يومين ناقش المشاركون بعيدا عن الإعلام في ورش عمل مكثفة مراجعة سياسية لتجربة دامت 12 عاما من أجل إعادة النهوض والاستفادة من التجارب الناجحة للنشطاء. المعارضة استطاعت اليوم بنشطائها بالحقوقيين أن تصل إلى أعلى المراتب الدبلوماسية في ليس فقط نشر القضية أو فضح هذا النظام، إنما الحصول على مكتسبات دبلوماسية، بينما الجهة الأخرى نرى النظام سنة بعد سنة يزيد في قمعه، يزيد في ديكتاتوريته. الخطر الموجود في البحرين سواء من خلال التجنيس السياسي أو من خلال مصادرة الإرادة الشعبية أو سياسة القمع التي يمارسها النظام ضد شعب البحرين، ومؤخرا أيضا الخطر من توطين الصهاينة في البحرين وسياسة التطبيع مع الكيان الصهيوني. المشاركون اتفقوا على عقد المؤتمر دوري سنوي وتعيين أمانة عامة لمتابعة توصيات المؤتمر، كما أكدوا دعم كل الجهود للوحدة الوطنية بين فصائل المعارضة ونصرة المعتقلين ودعم عوائل الشهداء بالوسائل المتاحة كافة. اجتماع المعارضة بكل أطيافها بعد مرور 12 عاما تأكيد على أن المعركة السياسية لم تنتهي بعد في البحرين، خطوة عززتها رغبة الحاضرين في استنهاض العمل ورص الصفوف للتخلص من الاستبداد. موسى سرور من جنوب لندن، الميادين.